ممير يعني هيك بدأت رهبنة الوردية، هكذا تأسست. نعم. إذا منرجع منقول إنه تأسست رهبنة الوردية سنة 1880. نعم. الغاية من تأسيسها من الأول هو إعداد الفتاة في المجتمع، لأنه وجود يعني الاهتمام في الأم، لأنه كما قلنا إنه البيت العائلة الملتزمة هي اللي بتبني المجتمعات بنفس الوقت. فإذا مؤسستنا لما أو العذراء لما اهتمت في الفتاة في هذاك الوقت كانت إلها أهداف هي يعني بناء المجتمعات، لأن مش يعني لأنه في كما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا العائلة كلها مهتمة تبنى على الأم، وهيك نحن منأيد قداسة البابا في هذا العام، اهتمامه في العائلة وكل الاجتماعات والمجالس والمجامع اللي عم بعملها اليوم، هو حتى يرجع للعائلة قدسيتها. نعم. وإحنا منوافقه ومنمشي معه ومنشد على إيده. تمام. ممير حضرتك واكبتي فترة التكريم ماري ألفونسين، ومن ثم تطويبها ومن ثم تقديسها. نعم. ممكن تعطينا بإيجاز عن كل مرحلة؟ نعم. بالنسبة لمؤسستنا نحن كراهبات وردية، بعد ما انكشفت دفاترها وعرفوا ظهورات العذراء وإلى آخره، كلنا بنعتبرها قديسة يعني في حياتها وفي مماتها وإلى آخره. لكن مشان التقديس في مراحل يجب أن تتمم. نعم. يعني بالنسبة للكنيسة يعني ما بصيرش القديس يعلن قديس ببساطة يعني. فالمراحل هي أول شيء في الأبرشية. نعم. في الأبرشية البطرك اللي بيكون قائم يعني بالسلطة هو بيوجه دعوة للرهبنة إنه مثلا اهتموا في تقديس هذه الرهبة. نعم. ففي هذه الفترة اللي سنة 1984 كان البطرك يوسف بلتريتي، منصنير يوسف بلتريتي هو بطرك أورشليم، فكان كتير حابب إنه نحن نهتم في قضية مرمري. هلا حتى نهتم فيها أول شيء عين شخص كاهن يهتم في متابعة هاي القضية، وأبونا فيليب أستوري من رهبان الباسيونيست. والرهبنة كلفتني أنا أني أكون معها مساعدة على أساس ندرس القضايا. هلا شو بتصير الدراسة؟ أول إشي منفتش على كل راهبة تعرف شيء عن ميرمري ألفونسين شخصيا يعني. نعم. وبتكتب شهادتها. بنفس الوقت البطرك بعين كهنة، كهنة من رهبنات متعددة، كل كاهن بيكون بيدور على أرشيف لرهبنة اللي انتمت إلها هاي الرهبة. مثلاً رهبات مار يوسف خصص لهم كاهن يروح على أرشيفهم يدرس، كاهن يروح على الفرنسيسكان لأن رهبات مار يوسف بيشتغلوا مع الفرنسيسكان، خوري إجا عنا لرهبات الوردية وهكذا، وخوري في البطركية لأبونا يوسف طنوس وإلى آخره. فهيك صار أول شيء درسوا هدول الكهنة، هل عقدوا محكمة بالبطركية هالكهنة هدول، كل واحد جاب يعني أحضر للمحكمة شو اللي استنتجوا اللي أو اللي لقاه في هالأرشيفات. نعم. وهذا عقدوا المحكمة إلى آخره وجمعوا كل المعلومات. بنفس الوقت نحن عملنا قداس احتفالي، وكان وقتها سنة 85 يوبيل الرهبن المئوي. نعم. في هذا الهان افتتحنا القضية، قضية الأبرشية. هلا في سنة 87 اختتمنا القضية في الأبرشية، كل هالمعلومات جمعناها واخذناها على روما. نعم. هلا في روما بتقريبا في 5/11 سنة 87، هلا تجميع المعلومات او البحث الاول كان في عهد ميردينيز، كانت هي رئيسة عام الله يرحمها. في سنة 87 كانت صارت رئيسة عامة مير إستر بركات. هلا اخذنا المعلومات ورحنا على روما ورافقنا مين؟ البطرك يوسف بلتريتي. نعم. في نفس الوقت حضر معنا تقريبا. قدمنا المعلومات وكل الوثائق اللي جمعناهم. هلا هناك بروما بدرسوا الوثائق اولا، بدرسوا اذا كان هالدعوه مقبوله او غير مقبوله يعني بناء على الوثائق، فاعطونا خبر انها مقبوله يعني.
فهلا تابعوا الدراسة. هلا البطرك هناك بعين واحد تاني، خوري تاني اللي هو يدرس القضية، واللي عينه بسموه بوستولاتوري، يعني هو داعي محامي القضية. فهذا العين واحد اسمه أبونا تيرسي من رهبان دون أوريوني، هلا موجودين بالزرقة في منهم دون أوريوني. هلا تابع القضية وأعطى كل المعلومات ودرسوها. مين بدرسها هناك بعد ما البوستولاتوري بقدم دراسته؟ بدرسوها اللاهوتيين، بعدين الأساقفة، بعدين الكرادلة، بعدين بيوصلوا الموضوع للبابا، لسيدنا البابا. هلا شو على ايش بيركزوا هدول في دراستهم بالوثائق؟ نعم. ما بيركزوا على حكي والى اخره، بدرسوا شهادات اللي اخذوها من الرهبات واللي اخذوها من الناس اللي بيعرفوها وكذا. بيركزوا اول شيء على الفضائل الالهيه عند الرهبه، شو اللي مارستهم الفضائل، مثلا شو هن الفضائل الالهيه؟ الايمان والرجاء والمحبه. نعم. بعدين الفضائل الانسانيه مثل الفطنه، مثل الوداعه، الحكمه، الهدوء، الطبع، كيف يعني. نعم. الاعتدال، هدول بهمهم كثير الاعتدال، الشخصيه المتزنه. نعم. يعني مثلا مش ساعه مبسوطه وساعه زعلانه وساعه ما بعرف شو، دائما على نفس الوتيره، يعني كانت مبسوطه او زعلانه دائما عندها الاعتدال والاتزان، هذا كثير بيركزوا عليه. القناعه، الفطنة، الصبر، الاستسلام، الثقة بالله، كل هذه الفضائل اللي هي ثمار الروح يعني تقريبا. بدرسوا كل هاي الفضائل تقريبا. كل هاي الفضائل فترة الدراسة بتستمر؟ بدك تقولي قدمناها سنة 87. نعم. بقينا لسنة 94. نعم. وهن يدرسوا في روما على هاي الفضائل وتكلم. بعدين بدرسوها أول شيء قلنا اللاهوتيين من بعد البوستولاتوري، بأخدوها اللاهوتيين، من اللاهوتيين بأخدوها الأساقفة، بعد الأساقفة بأخدوها الكرادلة، بعد الكرات بصوته يعني بيصير تصويت انه مزبوط انه بارست هاي الفضائل، كل واحد بدرسها لحاله. نعم. بصير كتب يعني ببعون ودرسوها. هلا لما كلهم بوافقوا على هذا بيرفعوا القضيه لمين؟ لسيدنا البابا، انه هاي الراهبه مارست الفضائل الالهيه والفضائل الانسانيه والفضائل والنذرات بطريقه كامله. وهون البابا لما بشوف كل هدول وافقوا، ساعتها بيوافق على انها هاي، بيعلنوها مكرمه. بالاول كانوا يسموها امة الله يعني. نعم. هلا صارت مكرمه. هلا لما بيعلنها مكرمه خلاص انه مستعده للقداسه. هلا مشان تصير قديسه ما وقفنا هون. نعم. هي هلا هي بما انها مكرمه صارت قديسه. هلا خدي بكتاب القداس مرات تقول المكرم، بعد في ناس مكرمين هلا. نعم. في ناس طباويين، في ناس صاروا قديسين. لا، بعد في شيء للكنيسه مشان تقدس لازم تعمل اعجوبه. نعم. هلا تتصير اعجوبه برضو بوقت الاعجوبه بدرسوها كمان بتفاصيلها، بعدين توصل لسيدنا البابا بيوافق عليها، بعد ما يوافقوا الكرادلة والأساقفة واللاهوتيين والأطباء. الأعجوبة بيدخلوا فيها أطباء مرات، فيزيائيين، يعني حسب نوع الأعجوبة اللي مرأة. بعد ما يوافقوا هدول كلهم بيعنوها طباوية. طباوية. هذا. نعم. ما حصل مع مؤسستنا إنه صارت طباوية بسنة 2009. نعم. ب22/11. هلا بعد 22/11 أنا هون بدي أعطيك نبذة. نعم. عندي يعني سمعت في تاريخ الكنيسة إنه في مرة صارت أعجوبة بنفس يوم التطويب. نعم. عجبتني هاي الفكرة. لما بابا بنديكتوس أعلن تقديس تطويب ماري ألفونسين ب3/7، أعلن الإعلان ب3/7. نعم. 2009. أنا عجبتني هذا دغري بد الفكرة هاي في راسي إنه تصير أعجوبة يوم التطويب. التطويب. فبدأت أطلب من كل الكهنة، من كل الرهبنات اللي عندهم سيميناريست، اللي عنده شو اسمه نوفيس أو كذا، كلهم يصلوا. نعم. كل كاهن أو كل شخص أكون حتى عامي يجوا يناموا عندنا في الدير السواح يعني. نعم. أكد أنه بلبي الطلب مزبوط بأمانة، أطلب منه يصلي على هاي النية. وكلنا بدينا نصلي، أقول لها يا مير ماري كل حياتي كنت مخفية وطايعة
وكل شيء وتحملت والى اخره، تلبي لنا هالرغبه في هاي. وبالفعل كمان نصلي، بسمي لك اشخاص كثير صلوا لنا، ابونا فيليب استوري في كينيا عنده سيمينير، وسيمينير نوفيسنا سيمينير البطركيه، ابونا جاك كرم في الناصره. يعني الكل كان يصلي على هاي النيه، كان يصلي على هاي النيه انه نعم. يصير في اعجوبه في يوم التطويب. والصلاة اكتملت في الأسبوع اللي صرنا نستعد فيه للتطويب، يعني التطويب صار ب 22/11. نحن من أول 11 في الناصرة، في الجليل، في القدس، كل الناس كانت تصلي على هاي النية. البرنامج تبع الصلاة في الناصرة اللي قبل التطويب كان على هاي النية. في صار الحادث مع هذا الشاب اللي ضربته الكهرباء يوم الجمعة ب20/11. نعم. وهلأ 20/11 دخل المستشفى. أرباته الرهبات اللي ماري أبولين وتريز الله يرحمها أولالي، هدول إجوا على الناصرة، صار الحادث نهار وصولهم، فبدت كل الناس هبت تصلي لهذا الشاب. نعم. والحمد لله صارت الأعجوبة في يوم التقديس، في يوم التطويب. وطبعا بدي اشتغلنا عليها من سنه 2009 ل 2015. نعم. يعني كل هذا الشغل وصل، وحصلنا على النعمه انها صارت الاعجوبه الثانيه في يوم التطويب، وصار التقديس بعد هاي الفتره والحمد لله. كان فالقضيه بديت مراحل التطويب هنا بديت بزمن مير دينيس كرئيسه عام، تقدمت لروما في زمن مير إستيل كرئيسة عام، أعلنت مكرمة في وقتي أنا. نعم. في وقت براكسيد، وأعلنت طوباوية وقديسة في عهد الأم إنيس. بالنسبة للبطاركة أعلنت مكرمة بعهد ميشيل صباح. نعم. طبعا تقدمت دعوة بعهد يوسف بلتريتي، أعلنت مكرمة بعهد ميشيل صباح، طوباوية في عهد البطرك فؤاد الطوار، وقديسة في عهد فؤاد الطوار. نعم. والحمد لله أنه وصلت لهذا. تقديسها وتطويبها وتقديسها في الأبرشية كتير مهم للشباب والشبيبة وكذا. إحنا بلادنا كلها آلام وحروب وإلى آخره، فيمكن تبعث الأمل في نفوس هالشبيبة أنه أنتوا أي إنسان بيقدر يعيش حياة بسيطة، عاشت حياة بسيطة مخفية، يعني ما حدا كان عارف فيها، عرفوا فيها بعد ما ماتت، أنه الإنسان في حياته في عمله اليومي بيقدر يقدس أعماله، كله كان عمل بسيط أو عمل كبير يعمله بروح إنه بعمله أمام الله. وهذا هو يكون اتحاده الفكري واتحاده القلبي مع ربنا، هو هذا اللي بيقدس الإنسان. يعني فعلا نحن بنشكر الله على نعمة قداسة مؤسستنا. وممير قبل ما نختم البرنامج، هل في أمنية أو رغبة بتحبي توجهيها عبر الفضائية؟ أنا عندي أمنية كتير مهمة، يعني بالنسبة إلي أنا بعتبرها مهمة، اللي هي إنه رهبنتنا بواسطة رهباتنا في الإرساليات بمجال عملهم وإلى آخره يربوا ناس في الأخويات، يعني يربوهم على عبادة الصلاة الوردية. نعم. وهاي الصلاة هي هدول الجماعة لما بيعيشوا أو بيصلوا الوردية بانتظام باستمرار، هن بيكونوا عائلة الوردية. نعم. وهي عائلة الوردية كتير مهمة بالنسبة لنا، لأنه العذراء بتقول لمير ماري أنا كتير بحب تصلى الوردية في الأديار أو في هذا الراهبات مع البنات، ودليل على أنه سيدتنا مريم العذراء بتحب أنه العوام يتعودوا على تلاوة الوردية. تلاوة الوردية لها تأثير كتير في حل المشاكل في العالم. نعم. في البيوت، في الدول. لما معركة ليبانتي سنة 1750 لما كانوا بدهم هاجمين على أوروبا
على إيطاليا يعني بالذات. البابا في هذاك الوقت كان اسمه بنديكتوس الخامس، دغري فرض صلاة الوردية على الشعب ونسبتها. وبعد ما نعم ولليوم بعدها وحطوا عيد الوردية في تشرين لأنه كان الهجوم في تشرين، فالمعركة تفرسخت لحالها بهذا. العذراء قادرة على كل شيء بإذن الله، وأنا بأمنيتي إنها تتأسس هالعائلة، عائلة الوردية، أسوة بالرهبنات الكبيرة في العالم مثل الدومينيكان، مثل الفرنسيسكان، مثل السليزيان، يعني هدول اللي بنعرفهم عندهم بسموها الرهبنة الثالثة، يعني بيكونوا عوام وبيعيشوا في المجتمع، هن مش رهبان لكن بيكونوا منتميين لهاي الرهبنة في صلاة معينة حسب روحانية الرهبنة. نحن بنحنا منتميين للدومينيكان، روحانيتنا الوردية، والعذراء هي اللي بتقول لنا الوردية كنزك، الوردية تنزع من الأرض كل شر وبلية. فبناء على ذلك أنا أمنيتي أنها تتأسس، ما بدنا نعمل إحنا رهبنات وإلى آخره، بدنا بس إنه بناتنا، طالباتنا، أخوياتنا، مجتمعاتنا المسيحية في بلادنا هن يصلوا الوردية، يتعودوا يصلوها باستمرار. في ناس عندهم كثير هالطواعية لهذا، وهاي هي اللي بدنا نألفها، يعني نألف رهبنة الوردية، يعني عائلة الوردية معانا، ونصير نحن بعدين شوي شوي منجمعهم. إحنا عندنا أجيال واعدة، بنات تفهم وصاروا يعني برهبناتنا، يعني هالأجيال الصغيرة هاي بتقدر تكمل هذا المشوار وتدرس الفكرة مظبوط مع العذراء وننفذ كلمة العذراء، لأنه نحن بنبسطها للعذراء في هاي ومنتمم رغبتها يعني بنفس الوقت. ممير بنشكرك على هذا اللقاء، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. أنا بعرف أنك بتكتبي بتاريخ الرهبنة وما زلتي، فربنا يعطيك الصحة ويثبت خطواتك حتى إن النهاية إن شاء الله. شكراً كثير، اذكرونا دائماً بصلاتكم. أكيد. تسلم. إن تأسيس رهبانية الوردية قرار سماوي وجد تجاوباً وترحيباً لدى من اختارتهم الأم البتول لتنفيذه، فالصفحات الأولى لنشأة الرهبانية تكشف عن يد العذراء سلطانة الوردية أريد أن تؤسس رهبانية الوردية. إن المؤسس الأول والحقيقي للرهبانية هي الأم البتول سيدة الوردية المقدسة. ليس من السهل أن نقول ذلك، إلا أن هذا القول لا يحمل في طياته أي مغالاة، وهو الحقيقة الواقعية المجردة. تسلسل الوقائع في حياة القديسة ماري ألفونسين التي كانت لا تزال راهبة في رهبانية القديس يوسف في بيت لحم تثبت هذه الحقيقة. فقد ظهرت مريم العذراء سلطانة الوردية المقدسة لأمتها الأخت ماري ألفونسين في 31/5/1874، وشاهدت الرائية مكتوباً فوق إكليل الأم البتول هذه الكلمات: عذارى الوردية السرية. ولدت القديسة ماري ألفونسين غطاس في القدس سنة 1843، وتوفيت في عنكارم سنة 1927، ولم يكن أحد يعرف سر هذه الراهبة الصامتة المتأملة. وبعد وفاتها وجد دفتر سجلت عليه بناء على أمر مرشدها خبرتها الروحية وظهورات العذراء لها التي طلبت منها أن تؤسس رهبنة الوردية. عندئذ اكتشف الجميع سر هذه الراهبة والخبرة الروحية التي عاشتها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم، وإلى اللقاء. أنت سيدي، أنت حبيبي.